بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم مرة أخرى. عدنا إلى المراجعة النهائية في مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنراجع معاكم الفصل الرابع اللي هو بيتكلم عن خواص السوائل المتحركة، لأن احنا عندنا في النصف الدراسي الأول بندرس الفصل الأول والثاني والرابع، بنأجل الفصل الثالث والخامس للترم الثاني إن شاء الله. في خواص السوائل المتحركة هنبدأ معا في أول سؤال، هو مسألة. المسألة دي على معادلة الاستمرارية اللي هي بتقول إن سرعة الماء عند أي مقطع في الأنبوبة يتناسب عكسيا مع مساحة المقطع، ومعادلة الاستمرارية اللي بتقول A1V1 بتساوي A2V2، حيث A1 مساحة مقطع الأول و V1 سرعة الماء في المقطع الأول، و2 مساحة مقطع الثاني، و2 سرعة المائع في الفرع الثاني. المسألة هنا بتقول لي شريان رئيسي مساحة مقطعه 3/10 سنتي مربع، وسرعة الدم فيه 30 سنتي لكل ثانية، يتوزع الدم منه على عدد من الشعيرات الدموية، مساحة مقطع كل منها 4×10^5 متر مربع، وسرعة الدم في كل شعيرة 6/10 سنتي لكل ثانية. احسب عدد الشعيرات الدموية. هنا هنلاحظ ان اي مسألة بيبقى لها خطوات رئيسية او لها مميزات رئيسية. المسألة في الفيزياء بتتضمن كميات فيزيائية معلومة، وتتضمن كميات فيزيائية اخرى مجهولة، والكميات المجهولة دي مطلوب ان احنا نوجدها. فهنا في قانون بيربط الكميات المعلومة والكميات المجهولة، المفروض يبقى القانون ده محفوظ عندي في الذاكرة علشان أقدر أعوض بيه وأحصل على الكميات المجهولة. قد يكون في المسألة كمية واحدة مجهولة أو كميتين. لو كمية واحدة مجهولة وبعوض في القانون الفيزيائي بيبقى في الحالة دي تعويض مباشر. لو في أكتر من كمية مجهولة بستخدم أكثر من قانون أو علاقة. في المسألة اللي قدامي أول حاجة بيقول لي الشريان الرئيسي مساحة مقطعه 3/10 سنتي مربع، دي أول كمية معلومة اللي هي مساحة المقطع، فبنطلعها في معطيات المسألة اللي هي A1. في هنا تحويل، لأن الـ A1 3/10 سنتي مربع بنحولها إلى متر مربع، بنضرب في 10^4، يبقى A1 عبارة عن 3/10 × 10^4 متر مربع. وسرعة الدم فيه برضو دي كمية فيزيائية معلومة من المعطيات، 30 سنتيمتر لكل ثانية، برضو بنحول السنتيمتر بنضرب في 10^2 عشان تبقى متر لكل ثانية، يبقى V1 3 سنتي لكل ثانية تساوي 30 سنتي لكل ثانية بتساوي 30×10^2 بتبقى متر لكل ثانية. بيتوزع الدم منه على عدد من الشعيرات الدموية مساحة مقطع كل منها، يبقى مساحة المقطع الثانية اللي هي A2 4×10^5 متر مربع، هنا مفيش تحويلات. وسرعة الدم في كل شعيرة اللي هي V2 اللي هي 5/100 سنتي لكل ثانية، بنحول السنتي لكل ثانية إلى متر لكل ثانية، بنضرب في 10^2، يبقى عندي هنا V2 5/100×10^2 متر لكل ثانية. هو بيقول لي احسب عدد الشعيرات الدموية، يعني عايز N علامة استفهام زي ما هي موجودة. المعادلة اللي بتربط العلاقات الكميات الفيزيائية اللي قدامي مع بعض ما بها من مجهول ومعلوم، بتقول ان V1 A1 بتساوي N V2 A2. عندي ال V1 القيمة بتاعت ال V1 موجودة عندي اللي هي 30×10^2 بعد التحويل، 30×10^2 اللي هي V1،
و A1 عندي A1 بعد ما حولناها 3 من 10 في 10 أس سالب 4، يبقى 3 من 10 في 10 أس سالب 4 ده A1 هتساوي، هو مطلوب عدد الشعيرات الدموية إن دي مجهولة، في V2 اللي هي 5 من 100 في 10 أس سالب 2 اللي هي V2، في A2 اللي هي 4 في 10 أس سالب 4، هنا إن جت في النص ده القيمة المطلوبة. فنلاحظ في المعادلة كلها إن المجهول هو إن عدد الشعيرات، فهضرب 4 في 10 أس سالب 4 في 5 من 100 في 10 أس سالب 2 في إن، في الطرف الآخر 3 في 10 أس سالب 4 هضربها في 30 في 10 أس سالب 2 وأوصل لإن، أو مقاسم الرقم اللي هو على الشمال مع حصل ضرب الأرقام اللي على اليمين تطلع 450 شعيرة، إن هنا 450 شعيرة. نشوف مسألة أخرى على اللزوجة، يقول لي إن صفيحة مستوية مساحتها 10 سنتي مربع، دي كمية معلومة، ويبقى المساحة تعتبر A، يبقى عندي A تبقى 10 سنتي مربع، بنحول لمتر مربع نضرب في 10 أس سالب 4، معزولة عن صفيحة أكبر منها بطبقة من الجليسرين سمكها، السمك هنا اللي هو دي كمية معلومة في المسألة من المعطيات 1 مليمتر بنحولها المتر، تبقى الدي، الدي عندي هتبقى 1 في 10 أس سالب 3 متر. ليه ضربنا في 10 أس سالب 3 مع إنها 1؟ لأن بحول المليمتر إلى الوحدة الدولية اللي هي متر. فإذا كان معامل اللزوجة للجليسرين، معامل اللزوجة 2 كيلو جرام متر لكل ثانية، طبعا كيلو جرام متر لكل ثانية كيلو جرام على متر في الثانية، دي وحدة معامل اللزوجة، فمعامل اللزوجة رمزه ايتا في اس، مفيش تحويل لأن هي الوحدة دولية، هتبقى 2 كيلو جرام على متر في الثانية. ما القوة اللازمة؟ يبقى هنا الكمية المطلوب إيجادها اللي هي الكمية المجهولة اللي هي اف، علامة استفهام. اللازمة لحفظ الصفيحة متحركة بسرعة، يبقى هنا السرعة مدهاني اللي هي في، هتساوي 1 من 100 متر لكل ثانية، مفيش تحويل. القانون اللي أنا هقدر أحل بيه اللي هو بيجمع ما بين الكميات المجهولة والمعلومة اللي هو F قوة اللزوجة بتساوي إيتا، معامل اللزوجة في A V على D، في A المساحة، V السرعة على D. معامل اللزوجة عندي 2، المساحة عندي اللي هي موجودة 10 في 10 أس سالب 4 في V، السرعة عندي موجودة 1 من 100 على دي 1 في 10 أس سالب 3 هيطلع القوة 2 من 100 نيوتن. يبقى احنا طلعنا الكميات المعلومة والمجهولة وشفنا العلاقة الفيزيائية اللي بتربط منهم وكتبناها وعوضنا عنها ووصلنا إلى المطلوب إيجاده في كمية معلومة. مسألة أخرى بيقولي أنبوة مياه تدخل منزلا مساحة مقطعها 2 سنتي مربع، يبقى أنا عندي A1 بتساوي 2 سنتي مربع، وسرعة الماء بها اللي هو V1 2 متر على الثانية، احسب سرعة الماء، يبقى عندي هنا دي الكمية المجهولة المطلوب إيجادها اللي هو V2 اللي هي سرعة الماء، بيبقى عند الطرف الثاني، عندما تصبح المساحة عندنا هتبقى المساحة عند الطرف الثاني 1 سنتي مربع، يبقى المساحة عند الطرف الأول 2 سنتي مربع والمساحة عند الطرف الثاني 1 سنتي مربع، و V1 ده السرعة عند الطرف الأول 2 متر لكل ثانية، فهنا المطلوب السرعة اللي هو V2 عند الطرف الثاني، كم تكون السرعة عند الطرف الثاني؟ هو طبعا في المسألة ناقص بس الكمية المعلومة اللي احنا كتبناها تحت اللي هو A2. فعندي هنا معادلة الاستمرارية بتقول ان A1 V1 بتساوي A2 V2، A1 بتبقى 2 و V1 برضو بتبقى 2، وبعدين هتساوي A2 1 و V2 بتبقى مجهولة، وبالتالي تطلع V2 4 متر لكل ثانية. احنا هنا ما حولناش المساحة الأولى ولا المساحة الثانية لأنهم في طرفين مختلفين، فلو حولت في الطرف الأول هضرب في 10 أس سالب 4 والطرف الثاني في 10 أس سالب 4، هضطر في الاختصار أشطب الرقمين دول مع بعض، فما فيش داعي إن أنا أكتبه لأنه دول عبارة عن إيه، هحول في الطرف الثاني بنفس طرف التحويل الآخر. مسألة أخرى بيقول يتدفق الماء في أنبوبة نصف قطرها 3 سنتي، هنا مديني نصف القطر مش مديني المساحة اللي هي R، والار عندي 3 سنتيمتر بحولها المتر اضرب في 10 اس سالب 2.
تسري بمعدل 8 لتر لكل منت، 8 لتر لكل دقيقة. احسب سرعة تدفق الماء. هنا معدل سريان الماء كيو في بيساوي 8 لتر لكل دقيقة، لازم أو أكتب الكيو في بيساوي هنا في في الباي ار تربيع. يبقى معدل الانسياب الحجمي بيساوي السرعة في المساحة، والمساحة عشان دائرية باي ار تربيع. فهنا الفي في بار اي تربيع بيساوي معدل الانسياب الحجمي هو الحجم المساب على الزمن. الحجم المساب 8 لتر اضربه في 10 اس سالب 3 عشان يبقى متر مكعب، على دلتا تي الزمن، الزمن 1 دقيقه يبقى 60 ثانيه، يبقى 8 في 10 اس سالب 3 اللي هو كيو في على 60 اللي هو دلتا تي هيساوي الباي ب 22 على 7 في الفي اللي هي السرعة المطلوبة في، في الار تربيع اللي هو 3 في 10 سالب 2 لكل تربيع، ومنها تطلع سرعة الماء 7471 متر لكل ثانية. أعزائي الطلبة الصف الثاني، أهلا بكم مرة أخرى مع خواص السوائل المتحركة، وبنكمل المسائل، وعندنا مسألة أيضا على السريان، وفي المسألة دي في حدوث تفرع للأنبوبة إلى فرعين أو أكثر. المسألة بتقول لي أنبوبة كما بالشكل مساحة المقطع عند A و B و C. فإحنا عندنا في الشكل هنا في A وفي B ومساحة المقطع C. مساحات المقطع على الترتيب: عند A 5 سنتي مربع، وعند B 4 سنتي مربع، وعند C 6 سنتي مربع. فإذا كانت السرعة عند A و B، يعني مديني قيمة السرعة عند A و B، عند A 8 متر لكل ثانية وعند B 5 متر لكل ثانية. احسب السرعة عند C، يبقى عايز هنا المجهول سرعة عند C ومعدل التدفق عند A، يبقى طالب هنا مطلوبين. فبنطلع المعلومات اللي عند المسألة اللي هي كمية معلومة، وبعدين نعوض عن القيم المجهولة في القانون اللي احنا هنستخدمه. فعندي هنا AA يعني المساحة عند A 5 سنتي مربع، و AB المساحة عند B 4 سنتي مربع، و AC المساحة عند C 6 سنتي مربع. السرعة عند A اللي هو VA 8 متر لكل ثانية، والسرعة عند B اللي هو VB 5 متر لكل ثانية، هو عايز السرعة عند C. لما يحصل تفرع في الأنبوبة فكمية الماء التي تدخل من أحد الطرفين هي اللي بتخرج من الطرف الآخر. فهنا كمية الماء اللي داخلة اللي هو معدل انسياب الحجمي أو معدل انسياب الكتلي ثابت، فبالتالي كمية الماء اللي هتدخل هتتجزأ إلى جزئين، يبقى كمية الماء اللي داخلة أو كمية السائل اللي داخلة بيساوي مجموع كميته عند B وعند C. يبقى العلاقة اللي أنا هستخدمها هقول هنا AV يعني المساحة بتاع A، AA في VA يعني مساحة المقطع عند A في السرعة عند A، يبقى هنا كمية السائل اللي بتدخل حجم السائل المنساب عند A هيساوي VB AB يعني السرعة عند B في مساحة عند B اللي هو حجم السائل المنساب عند B زائد VC AC يعني السرعة عند C مضروب في المساحة عند C، يعني بيساوي الـ VA AA بحجم الماء المنساب عند الطرف A بيساوي مجموع حجم الماء المنساب عند الطرفي B و C. هنا VA 5 عندي كلمة VA 8، وعندي AA اللي هو المساحة عند A 5، يبقى أضرب كده 8 في 5 بيساوي، هنعوض عن قيمة الـ V عند B بخمسة، والاي عند B يعني عايز المساحة عند B، المساحة عند B بأربعة، يبقى نضرب خمسة في أربعة زائد VC هو عايز قيمة VC، الاي سي المساحة عند C بستة، يبقى هنا خمسة في ثمانية بأربعين، وأربعة في خمسة بعشرين زائد ستة VC، يبقى ستة VC بيساوي عشرين، يبقى ال VC بيساوي عشرين على الستة تبقى تلاتة وتلاتة من 30 من 100 متر لكل ثانية. عايز بقى المطلوب الثاني، المطلوب الثاني هنا عندي ايه؟ معدل التدفق عند ايه؟ معدل التدفق عند ايه اللي هو كيو عند ايه؟ فالكيو عند ايه هيساوي في ايه اي اي يعني بيساوي السرعة في المساحة عند ايه؟ فالسرعة عند ايه 8، والمساحة عند ايه بنحولها المرة دي اللي هو 5 في 10 اس سالب 4، هيطلع بقى الكيو في 40 في 10 اس سالب 4 متر مكعب.
في المسألة دي برضو ما حولناش في الجزء الأولاني من سنتي مربع إلى متر مربع، لأن أنا في الطرفين لو حولت هحول واضرب في نفس المقدار. ده بالنسبة دي المسائل اللي هي موجودة على خواص السوائل المتحركة، والمسائل دي مهمة جدا، فياريت نفهمها ونحلها تاني ونعرف برضو أخرى مرة أخرى إن المسألة عبارة عن كميات فيزيائية معلومة بتبقى معطيات المسألة، وكميات مجهولة دي مطلوب الإجابة عنها، بيجمعهم قانون المفروض ان انا اكون حافظ هذا القانون. ودي المسائل اللي انا اديتها لكم شامله معادله الاستمراريه بكل خواصها عند التفرع وعند عدم التفرع ومعامل اللزوجه. بعض المسائل او بعض الاسئله هنقولها مهمه على الفصل ده، بيقول اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. في حاله الاصابه بالحمى الروماتيزميه فان سرعه الترسيب عن المعدل الطبيعي تزداد ولا تقل ولا لا تتغير؟ في الحمى الروماتيزميه سرعه الترسيب بتزيد عن المعدل الطبيعي، وده راجع الى ايه؟ ان كرات الدم الحمراء بتلتصق مع بعض وحجمها يزيد، وكلما زاد حجم كرات الدم الحمراء زادت سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي، فيبقى هذا الشخص مصاب بالحمى الروماتيزمية. يبقى الإجابة عندي تزداد لزيادة حجم كرات الدم الحمراء بسبب التصاقها. السؤال بعد كده عند زيادة القوة المماسية بين طبقات السائل فإن معامل الزوجة، هنا معامل الزوجة يتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة، فإذا إذا زادت القوة فإن معامل الزوجة يظل ثابت، لأن معامل الزوجة صفة مميزة لنوع السائل، يبقى هنا يظل معامل الزوجة ثابت. لو زادت السرعة زادت القوة زادت المساحة، مفيش هنا علاقة ما بين معامل الزوجة والكميات دي، يبقى يظل ثابت لأن معامل الزوجة يتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. السؤال بعد كده في الاختيار بيقول سرعة سريان سائل تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع. هذه العبارة تعني ان معدل الانسياب، بتعبر عن معدل الانسياب ولا قاعدة باسكال ولا معادلة الاستمرارية؟ الإجابة ده معادلة الاستمرارية، لأن معادلة الاستمرارية بتقول إيه؟ إن سرعة السائل تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع. السؤال بعد كده في الاختيارات بيقول لي برضو في السريان الهادئ للسوائل تكون النسبة بين عدد خطوط الانسياب المار في الجزء المتسع من الأنبوبة إلى عدد خطوط الانسياب في الجزء الضيق من نفس الأنبوبة. هو النسبة بين عدد خطوط الانسياب في السريان الهادئ ثابتة، لأن عدد خطوط الانسياب عند الطرف الواسع بتبقى متباعدة بعدد معين، ويبقى عند الطرف الضيق نفس العدد بس تتقارب، يبقى عدد خطوط الانسياب بتتزاحم عند الطرف الضيق تتباعد عند الطرف المتسع ولكنه يظل ثابتا. يبقى النسبة بين عدد خطوط الانسياب بين الفرعين بتبقى يساوي الواحد، يبقى يساوي واحد لأن طبعا معدل السريان ثابت في السريان الهادي. السؤال اللي بعد كده إذا قلت مساحة مقطع أنبوبة السريان، مساحة المقطع هتقل للنصف وزادت سرعة السريان للضعف، فإن السريان المستقر في السريان المستقر فإن معدل السريان الحجمي يظل ثابت ولا يزداد للضعف ولا يقل للضعف؟ معدل السريان الحجمي ثابت مهما زاد السرعة، مهما زاد المساحة، مهما قلت المساحة، فمعدل السريان من شروط السريان فهو ثابت، يبقى هنا يظل معدل السريان ثابت ولا يتوقف على زيادة السرعة أو نقصها أو زيادة الحجم، لأن العلاقة عكسية، لو زادت المساحة بتقل السرعة، فيظل الكيو في اللي هو AV ثابت. السؤال اللي بعد كده ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ زيادة سرعة السيارة عن حد معين، لو زادت سرعة السيارة عن حد معين يزداد استهلاك الوقود. ليه؟ لأن عند زيادة السرعة عن حد معين تتناسب مقاومة الهواء الناتج عن اللزوجة مع مقدار القوة الناتجة عندي. فإذا زادت السرعة فالقوة تتناسب طرديا مع مربع السرعة. ده في السرعات الكبيرة، يعني القوة الناتجة عن مقاومة الهواء تتناسب طرديا مع مربع السرعة. شوف لو السرعة 100 فمربع السرعة 100 في 100 ب 10,000، فبالتالي القوة هتزيد لهذا المقدار، فيبقى هذا على حساب استهلاك الوقود. يبقى زيادة سرعة السائل عن حد معين الإجابة يزداد معدل استهلاك الوقود، لأن في السرعات الكبيرة تتناسب مقاومة الهواء الناتج عن حركة السيارة طرديا مع مربع السرعة مش مع السرعة. ما النتائج المترتبة على رفع درجة حرارة زيوت التشحيم؟ لما ترتفع درجة حرارة زيوت التشحيم بتبقى اللزوجة تقل،
لما تقل لزوجة السائل فلا يصلح للتزييت أو التشحيم، لأنه هيبتعد عن أجزاء الآلة ويبتعد عنها ولا يلتصق أثناء الحركة. يبقى لو رفع درجة حرارة زيوت التشحيم الإجابة عندي تقل لزوجتها ولا تكون صالحة للتزييت أو التشحيم لأنها تنساب بعيدا عن أجزاء الآلة أثناء حركتها. السؤال ماذا نعني بقولنا معدل انسياب الحجم لسائل 400 متر مكعب لكل ثانية، لأن وحدة قياس معامل لانسياب الحجم متر مكعب لكل ثانية. هنا معدل انسياب الحجم يعني حجم السائل المنساب في وحدة الزمن هيبقى 400 متر مكعب. معدل انسياب الكتلي، ما معنى معدل انسياب الكتلي 3 كيلو جرام لكل ثانية؟ برضو نفس التعريف، يعني كتلة السائل المنساب في الثانية أو في وحدة الزمن 3 كيلو جرام. وإن شاء الله كده إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله.